أعظم الأسرار في أبسط الأشياء مهما فتشنا وعرفنا، ولولا سحر البدايات كان واقف الكون كله عن الحركة. كل ما تكون البداية عظيمة كل ما يكون أثرها ممتد. إحنا لسه بنعرف وبندور في كتب السيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لسه بنتابع الذات المحمدية في فعلها وانفعالها وأثرها. وبالنسبة لي أعظم أسرار عرفتها فعلا كانت في الرجل الأمي البدوي البسيط عليه الصلاة والسلام. ربنا ألهمنا بسنته عشان ينجينا من سيطرة نفوسنا وسيطرة اللي حوالينا، وهي دي بقى فعلا اللي اسمها حرية. إنك ما تسمحش لشهوتك تزلك لمخلوق أو لظروف أو لرغبات، هو ده الوسط، وهو ده الصراط المستقيم اللي أدق من الشعرة بين الإفراط والتفريط على هيئة سلوك، سلوك ملهم ونادر حققه النبي عليه الصلاة والسلام عشان كل البشر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. موعدنا اليوم مع برنامج رسائل العاشقين لسيد المرسلين. برنامج رسائل العاشقين يتكلم عن معنى المحبة وكيف تتحول المحبة إلى عشق، وكيف يكون هذا العشق رسالة مكتوبة ومقروءة ومحسوسة في كل الكون الذي نعيش فيه ويعيش فيه حولنا أناس غيرنا ومخلوقات غيرنا يعيشون ويفهمون معنى العشق. هذه الدائرة في معنى الحب والمحبة بدأها حبيب وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم معنى المحبة واتجه إلى الله سبحانه وتعالى، واتجه الكون به ومعه إلى الله. إذا بصينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع نشأته، فنجد أن الحبيب بدأ في سن صغيرة كما نعلم يتيما، وكما قال علماءنا هو يتم العزة وليس يتم الضعف، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يربيه على عينه، أراد الله سبحانه وتعالى أن يكلأه، أراد الله سبحانه وتعالى أن يرعاه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تجاوز مرحلة الطفولة يبحث عما يجد فيه نفسه، يبحث عما يجد فيه نفسه ليعلمنا نحن من بعده ماذا نفعل في هذا الكون أو ما هي وظيفتنا. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في رعي الغنم، وكان ويرعى الغنم يحاول أن يوصل إلينا هذا المعنى، أن رعي الغنم معناه أن تبدأ أنت في رعاية نفسك أولا، في رعاية جوارحك، العين لمن تنظر، الأذن لمن تسمع، اللسان لمن يتكلم وفيما يتكلم. ثم تجاوز الرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المرحلة فبدأ يتطور عمله في التجارة، وبدأت أسفار الحبيب عليه الصلاة والسلام. حتى نعلم معنى آخر، أن لا يصح للإنسان منا أن يتعلق بمكان ولا يتعلق بزمان. فسافر النبي صلى الله عليه وسلم للتجارة، ثم عاد ليتزوج السيدة خديجة. وكان من الممكن زي أي علاقة بنشهدها في هذه الأيام أن تكون كفاية الإنسان في بيت وزواج وأسرة وأطفال، خاصة وأن السيدة خديجة كانت قد أنجبت للرسول صلى الله عليه وسلم بناته الأربع. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يبحث
عن قلبه وعن أين يتوجه قلبه. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحث عن السكون، يبحث عن الثبات، يبحث عن الديمومة، فبدأ يخلو بنفسه في غار حراء، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستشعر سكون الكون حوله، الفترة التي يحتاجها كل منا. صخب الحياة وأنت في وسط أمواج هذه الحياة لا تستطيع حتى وإن ظهرت أشعة الشمس أن تظهر على أمواج قلبك، لا تظهر ولا تستطيع إلا أن تهدأ قليلا. لذلك نحن نتكلم ونقول اهدأ قليلا. ويمكن الحكمة من الأزمنة أو الأوقات المباركة زي شهر رمضان أو الأماكن المباركة زي أماكن الحج والعمرة أو عند الكعبة المشرفة أو عند الحبيب صلى الله عليه وسلم تكون فرصة أخرى للهدوء، ولكن مش معنى كده أن الله سبحانه وتعالى مرتبط بزمان أو أن الله مرتبط بمكان. وهذا هو المعنى الأول في رسائل العاشقين، أنك لا تستطيع أن تستدل على الله الحي القيوم الذي يغير ولا يتغير، لا تستطيع أن تستدل عليه بشيء مختلف، لا تستطيع أن تستدل على الله سبحانه وتعالى أو على حبه بإنسان تتغير مشاعره تجاهك، لا تستطيع أن تستدل على حب الله سبحانه وتعالى بإنسان حي ثم يموت، لا تستطيع أن تستدل على الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء إلا إذا لاحظت تغيرها ولاحظت أنه لا يمكن أن يكون هذا هو دليلك على الله سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم في لحظات الخلوة بالله جاءه سيدنا جبريل عليه السلام، جاءه بإقرأ القراءة. ممكن أنت تبقى حاسس جواك وفي قلبك معاني كتيرة لكن لا تستطيع أن تقرأ، لم تتعلم كيف تكون القراءة، تختلط عليك الحروف، تختلط عليك الكلمات، تختلط عليك المعاني، فلا تستطيع أن تميز هذه الحروف حتى تكون منها جملة يفهمها عقلك. فجاءت الرسالة من سيدنا جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم معنى القراءة، وهي اللحظة التي ينتظرها كل منا حتى يفهم عن الله سبحانه وتعالى. اللهم يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، علمنا ما جهلنا، فقهنا في ديننا، علمنا كيف نقرأ رسالتك، وكيف توصلنا إليك هذه الرسالة، علمنا نخرج من الاختلاف إلى الطريق الثابت الواحد الدائم حتى نتحقق بالقاعدة التي علمها لنا العلماء، ملتفت لا يصل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع رسائل العاشقين.